طبعا انا واحده من اهل مصر، والحاجه الحصريه انه ان احنا من اهل مصر. يعني انا من الحصري، ما فيش حاجه حصري اقدر اقولها دلوقتي، لان انا اتعلمت ان انا ما اقولش الحاجه غير لما تتم، لانه انا يعني مريت بفتره نحس وسوء حظ كبيره جدا، فمش اتعودت ان انا ما اقولش الحاجه غير لما تتم وتبقى جاهزه انها تتعرض، فما فيش حاجه حصريه. طول ما جواك أمل عيش وما يهمكش من الدنيا، طول ما جواك نفس عيش وتعب لآخر ثانية، طول ما جواك حياة غني وصل لكل الناس صوتك، طول ما جواك كلام قوله ما تستسلمش لسكوتك، حب الدنيا وعيش.